أعلن الإعلامي وائل الإبراشي عن إصابة الإعلامية الجميلة نجوى إبراهيم في قدمها أثناء عمل بروفا لتقديم الحلقة الاستثنائية من برنامج التاسعة، احتفالاً بمرور 60 عام على إنشاء التلفزيون المصري. أضاف الإبراشي خلال تقديمه برنامج التاسعة أن الإعلامية نجوى إبراهيم أصرت على مواصلة تقديم الحلقة رغم الآلام التي تشعر بها، وعلقت نجوى ضاحكة: ألم إيه؟ ده شرخ وكدمة ورجلي بقت كده كده ورمة. وأعربت نجوى إبراهيم: أنا مخضوضة واتخطفت، لكن مبسوطة جدا لأننا أمام تاريخ كبير للتلفزيون المصري. وأكدت نجوى إبراهيم رغم ما حققته في حياتها من نجاحات مهنية إلى أنها ما زالت تعمل على تطوير قدراتها حتى الآن. وداعبت نجوى إبراهيم وائل الإبراشي على الهواء قائلة: خليني أرحب بالمشاهدين وأقول الاسم الحركي لوائل الإبراشي، وهو وائل حريقة. ورد الإبراشي قائلا: أنا مش بزعل منه على الإطلاق، وجايب معايا الكبريت. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرقى تحياتي وتحية أسر الثقافة ومعلومة.